نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على حي برز الدمشقي، الحصار والمفاوضات، نجاة القاضي والقيادي في فيلق الرحمن الشيخ خالد طفور من محاولة اغتيال غادرة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، ميليشيا الأسد تعتقل عددا من العائلات في حي برزة وتحتجزها إلى جانب عائلات أخرى في جامع الخنساء. الثوار يقتلون ويصيبون عددا من عناصر الأسد على جبهة بلدة بالا بالغوطة الشرقية بعد محاولات مستمرة من ميليشيا الأسد لفصل شمال الغوطة عن جنوبها. شهداء وجرحى جراء غارات جوية مكثفة على مدن وبلدات دوما وحرستا وجسرين وبالا وزبدين. مزارع مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية تتعرض لقصف بالبراميل المتفجرة. حواجز نظام الأسد تضيق على أهالي قدسية والهامة وتمنع إدخال المواد الغذائية. الطائرات الحربية تخرق هدنة الزبدان الفوعة وتغير على مدينة الزبدان المحاصرة من ميليشيا حزب الله اللبناني. قناصة ميليشيا حزب الله اللبناني تستهدف المدنيين في بلدة مضايا المحاصرة. الخميس، الجيش اللبناني يساند ميليشيا حزب الله باستهداف جرود القلمون الغربي السوري وجرود بلدة إرسال اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ. ميليشيا حزب الله اللبناني تصيب طفلة بالرصاص في منطقة الزبداني وتسقط جرحى في المدينة. الجمعة، ثلاثة شهداء برصاص ميليشيا حزب الله اللبناني هم آخر طبيب في المدينة المحاصرة، الجراح محمد يوسف الخوص والعقيد طيار المنشق عبد الكريم علوش وأحد عناصر الدفاع المدني. الثوار يتمكنون من قتل وإصابة عدد من ميليشيا الأسد في جبهة بلدة بالا بالغوطة الشرقية. صاروخ أرض أرض تطلقه ميليشيا الأسد على محيط بلدة كفر بطنة أدى لسقوط جرحى مدنيين. السبت، الثوار يستعيدون منطقة مزارع بالا بمنطقة المرج بعد تقدم لميليشيا الأسد فيها. استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في مدينة الرحيبة بالقلمون جراء انفجار ذخائر من مخلفات المعارك. الأحد، الثوار يفجرون نفقا لميليشيا الأسد في جبهة البيرقدار بين بلدتي ببيلة والسيدة زينب. جبال القلمون الغربية تشهد اشتباكات بين الثوار وعناصر من تنظيم الدولة تكبد فيها التنظيم أكثر من 10 قتلى وأسر له عنصران. الاثنين، اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في أطراف حي جوبر الدمشقي إثر محاولة من الميليشيا التقدم من جهة جسر زملكة. ميليشيا الأسد تفتح الطرقات المؤدية لحي برزة وتفرج عن العائلات المعتقلة في جامع الخنساء غربي الحي. تجار أسواق الحريقة في العاصمة يغلقون معظم محلاتهم احتجاجاً وتبرماً من انهيار الليرة السورية وحالة الكساد الاقتصادي. ميليشيا الأسد ترخي بشكل جزئي قبضة حصارها عن مدينة معظمية الشام بعد حصار دام 100 يوم. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة للأحداث الميدانية، نتابع بعضا منها.
وللحديث في تطورات الأوضاع الميدانية في حي برزة وعدد من أحياء العاصمة دمشق، ينضم إلينا أبو محمد الشامي، عضو المكتب الإعلامي في حي القابون. حياك الله أخي أبو محمد. حياك الله أخي. أخي أبو السلام محمد. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنبدأ من البداية، منذ أسبوعين تقريبا بدأ حصار حي برزة، ما هي الأسباب التي تذرع بها نظام الأسد في حصاره لهذا الحي؟ حاصرت قوات الأسد في يوم الأربعاء من تاريخ 16/3/2016 تقريبا، حيث اتهمت قوات النظام الثوار في كل من حي برزة والقابوم بخطف العديد من الضباط. تداولت صفحات موالية للنظام على خطف 9 ضباط والعديد من العناصر في حي برزة، ونفى الثوار نفيا باتا هذا الأمر، نعم، حيث حاصرت 3 أحياء دمشقية منها برزة والقابون وتشرين، بالإضافة إلى حرستة الغربية. نعم، حيث كما ثاني يوم من أيام الحصار احتجزت حوالي 100 شخصا داخل مسجد الخنساء في برزة الغربية من أطفال ونساء، وأغلب الأشخاص الذين عصيوا في برزة الغربية لا بيوت ولا منازل لهم، حيث باتوا في المساجد والجنائن وغيرها. نعم، يعني شكل الحصار كان بمنع دخول أبناء الحي مثلا من خارج الحي إلى داخل الحي، ومنع خروجهم أيضا، وبطبيعة الحال المواد الغذائية وخلافه. نعم. منعت الدخول من وإلى الحي بشكل باط، حيث أدت هذا الحصار تقريبا اليوم الثالث عشر من الحصار، حيث أن لجنة المفاوضة في حي برزة اتفقت مع قوات النظام ليلة أمس وفتحت الطريق لمدة ساعة أو ساعة ونصف، حيث أدخلت كافة المحتجزين لدى هذا المسجد، مسجد الخنساء، سمحت لهم بالدخول إلى حي برزة، وبعدها أغلقت الطرقات، وفي صباح اليوم منعت منعاً باتاً من الخروج الطلاب والموظفين الحكوميين إلى داخل العاصمة دمشق. نعم، منعتهم بطبيعة منعاً الحال باتاً. هذه الأحياء التي ذكرت أخي أبو محمد هي تقع شرق العاصمة دمشق، ربما هذا شرق. يدفع نعم هذا يدفع إلى السؤال وإلى تعريف المشاهد بوضع هذه الأحياء من حيث سيطرة النظام أو سيطرة بعض فصائل الثوار على هذه الأحياء. تمام، كانت أغلب شروط النظام أنه حسب إعلامية حي برزة أنه استلم ضابطا جديد من قوات النظام حي برزة، حيث طالب برفع العلم السوري داخل هذه الأحياء، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل وتسوية أوضاع بعض المقاتلين. نعم، طيب، فيما يتعلق بما حصل بالأمس في حي برزة، الأنباء تناقلت عن انفراجة جزئية ربما متوازية مع مفاوضات لم تتمخض عن شيء على ما يبدو حتى الآن، وعن الإفراج عن العائلات المعتقلة في جامع الخنساء في حي برزة. ما معلوماتك حول ما حصل بالأمس؟ ذكرت لك أن المفاوضات جرت ليلة أمس، حيث فتحت قوات النظام الطريق لمدة ساعة ونصف على أساس أنه تم فتح الطريق بشكل نهائي، أنه فتح بشكل عام يعني تقريبا، حيث أنه النظام ملتزم بهذا الشرط، وأدخلت المحاصرين داخل مسجد الخنساء والأشخاص غير المحاصرين داخل هذا المسجد، الناس الذي بقيت برات هذه الأحياء، سمحت لهم بالدخول وخروج بعض الأشخاص من هذه الأحياء المحاصرة إلى المناطق الموالية للنظام بالانتقال إلى أحياء أخرى أخي أبو محمد. يعني بالأمس أيضا تصدى الثوار في حي جوبر الدمشقي لمحاولة اقتحام من قبل ميليشيا الأسد، هذه محاولات اقتحام مستمرة كل فترة وأخرى يعني لحي جوبر الدمشقي. ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية والإنسانية في حيي جوبر والقابون. أذكر لك أخي الكريم أنه في تقريبا بشكل شبه يومي تقوم قوات النظام باقتحام حي جوبر من عدة محاور،
حيث قامت بمحاولة اقتحام فاشلة ليلة أمس بالاقتحام من جهة المتعلق الجنوبي من جهة زملكة، حيث صد الثوار هذا الهجوم، وبإذن الله لم يتمكن أو نعم لم يستطع السيطرة على هذا المتعلق نعم بشكل كامل. ماذا عن وضع الحصار المطبق على حي القابون وحي جوبر؟ حي القابون في هذه الأسبوعين الذي شهدهم من حصار، تقريبا الأسعار زادت بشكل بضعفين عن أسعار المواد بشكل عام في مناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث أغلب نعم البضاعة التي ارتفعت أسعارها كالوقود والمحروقات والغاز والعديد من المواد الغذائية، حيث يشهد حالة ارتفاع يعني أكثر من نعم يعني تقريبا إنه بشكل كبير من الأسعار. نعم ارتفاع الأسعار طبعا توازى أيضا مع انهيار الليرة السورية، وهذا دفع بعض أو معظم تجار حي أو عفوا سوق الحريقة في العاصمة دمشق إلى الإضراب وإغلاق الكثير من محلاتهم في هذا السوق. برأيك هل من الممكن أن يتطور هذا الأمر لربما يصبح حالة عامة في كثير من أسواق العاصمة؟ حسب ارتفاع الدولار انه يمكن في وقت هذا الاضراب ارتفع حوالي 530 ليرة الدولار الواحد، نعم فيك تقول ضربة قوية للنظام، ونتمنى من هذا الاضراب ان يستمر بشكل يومي او انهم يتضامنوا مع هذه الاحياء المحاصرة. نعم إذا مراهنة بعض تجار العاصمة على بقاء النظام وعلى استقرار الأوضاع الاقتصادية ربما ستشهد تغيرا في الأيام المقبلة. أنا أشكرك جزيل الشكر أبو محمد الشامي، عضو المكتب الإعلامي في حي القابون، شكرا جزيلا لك. ضمن فعاليات ثورية سلمية بدأت تنشط في المناطق المحررة والمحاصرة، أقامت إحدى الحرائر في الغوطة الشرقية معرضا لرسومات تؤرخ مسار الثورة وتسلط مزيدا من الضوء على المأساة والمعاناة والكفاح والصمود. مراسلنا منصور أبو الخير زار المعرض ووافانا بهذا التقرير. حكاية الثورة، حكاية 5 سنين مرت تجسدها فنانة بقلم بسيط وبرسومات بسيطة. للفت أنظار العالم لهذا الشعب وكمعاناه، أقامت معرضا فني لهذه الرسومات. المعرض هذا بيحكي وجع الثورة، هموم الثورة، بيحكي عن الثورة وعن دول العالم، عن المجتمع الدولي كيف تفاعلنا مع الشعب السوري، بيحكي عن بشاعة القصف والدمار، عن إرهاب الشعب وترك الشعب السوري لحاله يتعب ويشقى وما حدا يساعده. فحاولت أنا أقدم من خلال لوحاتي ورسماتي جزء بسيط من معاناة الشعب السوري. معرض الحرية والكرامة الذي أقيم في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، والذي يعرض أعمالا فنية ورسومات تحاكي واقع الثورة التي مرت به من أحداث ميدانية وأيضا سياسية، كما يصور معاناة شعب لاقى ما لقاه خلال 5 سنوات في ظل جمود دولي إزاء هذا الشعب. عرضت صاحبة هذه الرسومات لوحاتها أمام الناس لتذكرهم بأيام الثورة الأولى، وخصوصا أننا في ذكراها 5، حيث لاقت قبولا كبير من كثير من المتابعين. يعني اليوم نحن زرنا المعرض، المعرض من خلال مشاهدتنا للمعرض، المعرض هو يمثل معاناة أطفال الغوطة أو الغوطة الشرقية بما حدث لها خلال 5 سنوات. معرض فيه مآسي يعني من خلال الصور بالواقع اللي نحن عايشين فيه. شيء حلو، شيء مرتب انه يكون عندنا هيك معارض دائما، لتسجل من خلال رسوماتها حكاية شعب وثورة، وتحفظ أحداثها لتصبح فيما بعد كتاب الحرية والكرامة. من الغوطة الشرقية لقناة حلب اليوم، منصور أبو الخير.
تعرض الشيخ القاضي خالد طفور أبو سليمان القاضي العام السابق للغوطة الشرقية وعضو مجلس قيادة فيلق الرحمن، تعرض أمس لمحاولة اغتيال أدت لإصابته واستشهاد مرافقه. وقد أصدر فيلق الرحمن بيانا أكد فيه أن التحقيقات بشأن محاولة الاغتيال لا تزال جارية، فيما يرجح ناشطون أن يكون تنظيم الدولة أو فصائل مقربة منه خلف هذه المحاولة. وللحديث في هذا الشأن ينضم إلينا من الحدود السورية التركية السيد وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن. حياكم الله أستاذ وائل. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله أستاذ وائل. يعني في أي إطار أو في أي سياق يمكن أن نفهم هذه المحاولة لاغتيال الشيخ خالد طفور أبو سليمان للمرة الثانية؟ نعم، طبعا في البداية لابد أن نؤكد أن هذه الجريمة هي ليست جريمة بحق شخص أو بحق فصيل، وإنما هي حلقة من مسلسل جرائم طويلة بحق رموز وقيادات الثورة السورية، لا سيما وأن هذه الثورة السورية اليوم تعود في مظهر من مظاهرها الأولى، وهي مظهر المظاهرات ورفع أعلام الثورة. الشيخ خالد طفور أبو سليمان هو قبل أن يكون القاضي العام السابق للغوطة الشرقية، وقبل أن يكون عضو في مجلس شورى فيلق الرحمن أو في عضوية أمانة الهيئة العامة لدمشق وريفة الهيئة الشرعية العامة، هو رمز من رموز الثورة السورية في غوطتها الشرقية وفي عمومها. نعم. طبعا هذه المحاولة الثانية التي استهدفت الشيخ خالد طفور، المحاولة الأولى كانت العام الماضي أو منذ عام ونصف تقريبا عندما وضع لغم في سيارته، طبعا سلمه الله في ذلك الوقت دون أي إصابة. في هذه العملية طبعا كان هناك تنين لمسلحين ملثمين قاموا بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، المسلحين اثنان، مرافقة الشيخ خالد طفور تبادلت إطلاق النار معهم، أصيب واحد منهم في يده طبعا، وأصيب الشيخ بثلاث رصاصات، حالته الآن مستقرة ولله الحمد، واستشهد أحد مرافقيه وأصيب الآخر. ما وراء هذا الفعل الإجرامي، ما وراء هذه العملية، هو محاولة اغتيال قيادات الثورة وتصفية رموزها. هذه الرموز وهذه القيادات التي تعد صمام أمان لاستمرار هذه الثورة وبقائها على نهجها وطريقها وإنارة دربها. نعم. لذلك إن أعداء الثورة كثر، أعداء الثورة هم الغلاة والبغاة والمتطرفين. نعم. بيان فيلق الإسلام لو سمحت لي أستاذ وائل، فيلق الرحمن أشار إلى أن التحقيقات بشأن هذه الحادثة لا تزال جارية، هل من خيوط ومؤشرات ربما ستقود الفيلق إلى تحديد الفاعلين؟ نعم، بداية لابد من ذكر أن محاولة اغتيال الشيخ خالد طفور هي يعني تكون جزء من محاولات الاغتيال السابقة، لذلك ربط الحوادث جميعا ببعضها هو خيط من أهم هذه الخيوط. سابقا تم اغتيال القاضي العام الأول أيضا للغوطة الشرقية الشيخ أبو أحمد عيون، وكان هناك يعني عمليات اغتيال كثيرة في الغوطة ومحاولات اغتيال أيضا. تذكر أيضا أنه الشيخ أبو خالد البشش وهو يعمل في السلك القضائي. طبعا محاولات الاغتيال لم تنال فقط العاملين والفاعلين والرموز في السلك القضائي، وإنما كان هناك قيادات ثورية أيضا تم اغتيالها، ولابد من التذكير أيضا بالفاجعة التي فجعت فيها الغوطة الشرقية باغتيال الشيخ أبو ثابت رياض الخرقي رحمه الله. هذه إحدى الخيوط التي لابد للمكتب الأمني في فيلق الرحمن من أن يعتمدها بداية. هناك بعض القرائن والأدلة والإشارات من الشهود الذين كانوا مرافقين للشيخ أبو سليمان ومشاهدة الشيخ أبو سليمان لذلك، طبعا كما قلت لكم هو في حالة صحية جيدة ولله الحمد، الإصابات كانت في قدمه. أيضا يعني هناك بعض الآثار التي تركها هؤلاء المجرمون قبل أن يفروا هاربين، ومنها سلاح الجريمة، أحد أسلحة الجريمة بندقية من نوع الكلاشينكوف،
تركت أيضا في ألقاها عندما أصيب هذا المجرم المعتدي وهرب فر هاربا. نعم. يعني بجمع الأدلة والخيوط جميعا، وهذا العمل يعني عمل احترافي أمني يتابعه المختصون بذلك. نعم. وأشار البيان كما ذكرتم إلى أن العملية الأمنية يوليها فيلق الرحمن هنا اهتماما بالغا، وأن التحقيق جاري، وأن هناك بعض الخيوط التي ربما نسأل الله عز وجل أن توصلنا. نعم. إلى اكتشاف هذه. نعم. الجريمة وفضح يعني الجهة التي تقف وراءها. نعم. وإن كان هناك إمكانية للمحاسبة فلنتردد لحظة واحدة عن المحاسبة وكف يد هذا المجرم عن هذه الصفحة المظلمة. نعم. في تاريخ الغوطة. أستاذ وائل لو سمحت لي، يعني على طاري العملية الأمنية، في كل حادثة من هذا النوع يعود. نعم. السؤال إلى الحديث عن عدم تمكن الفصائل من تحديد الفاعلين، وأيضا عن يعني لنقل عن الاحتياطات الأمنية اللازمة للقيادات الثورية وللقامات الثورية، ما رأيك بهذا؟ نعم، والله أنا لا أنكر زهد القيادات أحيانا باتباع الأساليب والإجراءات الأمنية التي يعني أرى أن اليوم من الواجب الثوري والشرعي أن يلتزموا بها بشكل كامل. قدرات الأجهزة الأمنية طبعا قدرات متواضعة، مع ما يعني نتبعه من الأساليب وما نطوره من الوسائل تبقى هي يعني بحجم الضغوط وبحجم الاختراقات تبقى إمكانيات متواضعة. أنت تعلم أن الغوطة الشرقية محاصرة من كل جهة، النظام هو أبرز الأعداء الذين يمكرون لهذه الغوطة، هناك الطابور الخامس الذي يعمل لصالح النظام. نعم. وأيضا هناك غير النظام، أنت تعلم أنه تم القضاء على داعش منذ أكثر من عامين في الغوطة الشرقية، لكن يعني نحن أعلننا القضاء عليها بشكل كامل كخلايا كمجموعات. نعم. لكن كأفراد ممكن أن يكونوا مدسوسين بين لحظة أو أخرى أو كخلايا نائمة، هذا الأمر يعني يحتاج إلى جهد كبير جدا وإلى تضافر الجهات الأمنية جميعا، تبادل المعلومات ما بين الجهات الأمنية التي أقصد طبعا هنا الجهات الأمنية للفصائل العسكرية، وأن يكون هناك تعاون وثيق ومتين فيما بينها لاكتشاف هذه الخلايا وهؤلاء المجرمين. لا ندري إن كان هناك طرف ثالث له مصلحة، ممكن يكون هناك عصابات، ممكن يكون هناك يعني جهات أخرى متورطة في ذلك، التحقيق كفيل بكشف هذا. نعم. الأمر إن شاء الله. نعم. سيد وائل، يعني فيما يتعلق بملف الاغتيالات التي طالت عددا من الشخصيات الثورية في عدد من المحافظات السورية خلال فترة من الزمن، هل يمكن أن تفهم أيضا في إطار الجهود السياسية لربما الضغط على المعارضة السورية للقبول بأي تسويات سياسية؟ والله جزء منها نعم، يعني بالحديث عن ملف الاغتيالات في عموم الثورة السورية فنحن نوسع الدائرة بشكل كبير جدا لتشمل كل من له مصلحة باغتيال هذه الثورة، كل من له مصلحة في تقويضها، وهنا يعني تتسع الجهات التي تتهم بذلك. فقلنا أبرز هذه الجهات يعني من أعداء الشعب السوري هو النظام، والذي نعم له مصلحة في وأد الثورة وفي دفع العملية السياسية إلى طريق مسدود يفرض على العالم في النهاية الرضوخ له كجهة مشاركة أو مسيطرة على المستقبل. في المقابل هناك داعش ولها خلاياها الأمنية ولها عملها الأمني ربما الموازي أو أكبر من العمل الأمني للنظام. نعم. هناك بعض الفصائل التي ما تزال يعني تحكمها عقلية الاستبداد وعقلية الطغيان وعقلية السيطرة برؤية ضيقة ومحدودة جدا بعيدا عن الهدف العام للثورة. نعم. هناك الطابور الخامس، هناك جهات دولية، يعني بالحديث عن عموم الخريطة السورية فإن الأمر معقد جدا. نعم. جزء من هذه الاغتيالات نفذتها هذه الجهة، وجزء منها تلك الجهة، وجزء الجهة. نعم. الثالثة. أشكرك. هناك يعني بالنهاية أقول ملف الاغتيالات لا يخدم إلا أعداء الثورة السورية جميعا، وهو يعني مساهمات في وأد هذه الثورة وفي إضعافها، لكن كما يقال الضربة التي لا تكون قاضية تزيدنا. نعم. دائما قوة. نعم. لذلك نحن بعد هذا الأمر تألمنا وفجعنا بهذا الحادث، لكن بإذن الله مستمرون وراء قيادتنا ورموزنا،
ولن نضعف، بالعكس هذه الضربات تزيدنا قوة وحذرا في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك سيد وائل العلوان المتحدث باسم فيلق الرحمن، كنت معنا من الحدود السورية التركية. حياكم الله. وجه مجلس محافظة ريف دمشق رسالة للدكتور رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، أكد فيها موقفه بضرورة إنجاز الملف الإنساني ببنوده الثلاثة: وقف القصف وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف المجلس أن ميليشيات الأسد تشن حملة همجية بكل أنواع الأسلحة وبإسناد الطائرات الحربية لاجتياح منطقة المرج بالغوطة الشرقية، وتستفيد من التزام فصائل الثورة بقرار مجلس الأمن واحترامها للهدنة بتركيز وضغط عسكري هائل لكسب المزيد من الأراضي وفصل قطاع المرج عن الغوطة الشرقية بهدف إحكام الحصار عليها بدلا من رفعه. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.